عندي أحلم بشغلتين، أروح الحج وأوقفها. سوري هندوم سوي هيك شي. أروح الحج واتمشى اللي كربلاء، اذني اثنين عندي حلم بي، حسبي لازم اسويها، شي كبير عندي. من قريت عن سيدة زينب من كربلاء لسوريا، وانا كانت عايش سنة بسوريا وراحت السيدة رقية. اكو شي من طبيت بالباب وشفت العربانة مال يزيد والباب وين طبوا، شي كبير طب بقلبي وصدقي حست بيهم. وما شايف انا المرة مسلمة، ما عدنا وحدة مسلمة اليوم وأتي هيك قوة، ماكو بالعالم كله ما شايفه.